بوصفها واحدة من الألعاب الأولمبية، تلعب رياضة التايكواندو دورا مهما في تعزيز روح التنافس والانضباط والتفاني بين الشباب في مدينة سيئون، لكنها وفي الآونة الأخيرة باتت مقتصرة على البطولات التنافسية بين المدارس والثانويات لاكتشاف المواهب الشابة. الهدف من البطولة هو اكتشاف المواهب والمميزين في لعبة التايكوندو من مدارس التعليم الأساسي والثانوي لرفض الأندية في البطولات. أيضا عدد المشاركين بطولة 60 لاعب، عدد المدارس المشاركة 11 مدرسة، عدد الثانويات 3 ثانويات. تحمل هذه الرياضة قيما رياضية وتنمية للمهارات القتالية والنفسية لدى الشباب، فتعزيزها وتطويرها يمكن أن يكون له دور حاسم في بناء قاعدة رياضية قوية في توفير الفرص المناسبة للشباب، لأنها ليست مجرد لعبة ترفيهية. هذه البطولة تأتي بتنظيم فرع اتحاد التايكوندو وإشراف فرع الاتحاد وبرعاية وزارة التربية والتعليم، وهذه البطولة يعني تعد بطولة لاستعداد البطولات القادمة للمشاركين المنتمين للمدارس. وكان تنافس جدا رائع بمشاركة ثانويات الصبان والسويري ومن القطن وكافة مدارس سيئون، وكانت بطولة جدا رائعة مليئة بالتنافس والاستحقاقات لكل المشاركين. تشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق أحلامهم وتطوير مواهبهم في مجال التايكواندو تحتاجها مدينة سيئون، لأنها تتمتع ببنية تحتية قوية ومنشآت رياضية متطورة تستوعب الشباب الموهوبين وتطور من مهاراتهم للمنافسة على المستوى الوطني والعالمي.